من بنك CIB، قال لي استاذ محمد رمضان. قلت له يا فندم. قال لي الدوله تحفظت على فلوسك. فقلت له انا وفلوسي وبيوتي ولحم اكتافي ملك بلدي وملك اهل بلدي، ايه المشكله يعني؟ قال لي يعني انا قلت اقول لك علشان ما تحطش موقف محرج، يعني لو بتشتري بالفيزا ممكن ما تلاقيش فلوس. قلت له الشعبيين زي حالاتي والفلاحين والصعايده قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم. اسطوره. ما زالت ردود الفعل الغاضبة تتوالى على منصات السوشيال ميديا ضد الفنان محمد رمضان، رافضة الفيديو الذي بثه مؤخرا، زاعما فيه أن الدولة تحفظت على أمواله على غير الحقيقة، حيث طالب رواد السوشيال ميديا بمحاكمته وإحالته للنيابة العامة جراء ما قام بنشره من أكاذيب تهدد سمعة اقتصاد الدولة وتعطي انعكاسا سلبيا عن شكل سيادة القانون فيها، مشيرين إلى بلاغات تم التقدم بها ضده للنائب العام بسبب ما أثاره من بلبلة في الرأي العام، وأن عقوبته ربما تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. واتهمه جمهور السوشيال ميديا بأنه مريض نفسيا، في حين تساءل آخرون عن مصير موظف CIB الذي تحدث عنه محمد رمضان في الفيديو، وأنه ربما يتم فصله على غرار ما حدث مع التيار أشرف أبو اليسر. وانتقد أيضا المحامي باسم عيد مزاعم محمد رمضان، مؤكدا على أن ما يثار حول التحفظ على أمواله ده مش تحفظ على الأموال، إنما اسمه حجز مال المدين لدى الغيرة. وطبقا لنص المادة 325 مرافعات، تم الحجز على رصيده في البنك لصالح دائنه الطيار أبو اليسر الله يرحمه، لأنه دين محقق وحال بسند تنفيذي، إنما التحفظ على الأموال دي بيكون قرار قضائي. وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام يتهم فيه محمد رمضان بالإدعاء الكاذب والإساءة لسمعة مصر وإثارة الخوف لدى المستثمرين الأجانب. وقال المحامي المعروف أنه في حالة إدانة محمد رمضان في تلك التهم فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. وقالت إيمان بلال النجدي مش تحفظ، ده حجز إداري، إجراء علشان قضية الطيار أبو اليسر. الباشا الفنان حب يعمل نمرة، والكلام اللي قاله في الفيديو الصح إنه يتحاسب عليه، لأنه عمل بلبلة وقلق عند الناس اللي حط فلوسها، وما ينفعش الخبر يتنقل بالشكل ده أصلا. لو حللنا كلامه فالحوار مع موظف البنك منطقيا ما يمشيش كده. وعقبت راجية صادق قائلة ما زال لا يتعلم ولن يتعلم، هو اللي يشوفه يقول راضي وكلماته في مدح البلد بتقول كده، لكن ما بين السطور هو بيقولنا مهما عملته ففي كتير لسه ولا حاجة ومحدش هيغير حياتي. يا رب أكون غلطانة، ولو إن طريقة الفيديو بتقول إنك لسه وقح بتاخد بقى قهوة قدامنا وبتقفل الفيديو بابتسامة سخرية، ربنا يشفيك. وعقبت راجية صادق قائلة ما زال لا يتعلم ولن يتعلم، هو اللي يشوفه يقول راضي وكلماته في مدح البلد بتقول كده، لكن ما بين السطور هو بيقولنا مهما عملته ففي كتير لسه ولا حاجة ومحدش هيغير حياتي. يا رب أكون غلطانة، ولو إن طريقة الفيديو بتقول إنك لسه وقح بتاخد بقى قهوة قدامنا وبتقفل الفيديو بابتسامة سخرية.